وهذه قطة من الشارع. أتوقع والعلم عند الله أنها ليست قطة عادية، يعني حرام يا أخي. أتوقع أنها من اللي يشترونها هذه ويتركونها، لأن الأغلب تجيهم كذا نشوة للتربية، باين عليها تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى والله واضح عليها مرة، واضح عليها أليفة جدا جدا، كمية فرو عجيبة. هذه إما مستوردة ولا شوف